Your Excellency, Dr. Mustafa المعالي دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله إنه لمن عظيم سروري وفخري أن أكون بين أيديكم اليوم في احتفالية انطلاق الاستراتيجية الوطنية. كما تعلمون أن الأفكار والحضارة المستمرة من مصر التي قامت بوضع الأسس للبشر كانت من مصر. إيجيبت وضعت الأسس لكل من العلوم الحاسبات وأعلام الفضاء وكل الأعمال الهندسية وقامت أيضا بمساعدة كل الدول في أن يكون هناك زخم يستفيد منها العالم وكانت هي بحد ذاتها تقدم بعض من علمات العجب بالعالم وما زالت مصر تقدم لنا الحضارة. ربما في الأيام القليلة الماضية عندما التقيت بعدد من الطلاب وعدد من أصحاب الشركات الناشئة والباحثين ورواد الأعمال والمصممين وأيضا عدد من السادة المعنيين بالسياسة والريادة السياسية بمصر رأيت أنه من خلال هذه الآلية ضعها مصر هناك تضخ بالحياة وهذا كله يأتي تحت المظلة الأكبر التي تتسق مع رؤية مصر 2030. هذه الرؤية التي تأخذ في ضياتها التكنولوجيا وريادة الأعمال والاختراع والابتكار لخلق المعرفة لترتكز على الاقتصاد والنمو المستدام وأن تكون هي أساس لخلق الأعمال ولتقوية بنية الأعمال وبما لا يدع للشك التنمية المجتمعية والاقتصادية. أنا أؤمن أن مصر مستعدة لذلك وفي الحقيقة أن الانتقال ما بين أو تحول الاقتصادي المصري بدأ بالفعل. في العام الماضي كان هناك أصول غير مرئية بما فيها الحقوق الملكية غير الفلكية والمعرفة والخبرة وترتكز على الأساس الذي يقوم على أن أكثر من نصف الشركات المصرية أكثر من نصف 15 شركات مصرية كبيرة في هذا الصدد تمثل اقتصاد كبير مثل فوري والتي أصبحت أكبر الشركات حديث القرن تخطى رأس مالها مليار دولار ب 2020 وأيضا النظام الأيكو سيستم لشركات الشباب مصر والتي انتهت بحوالي 600 شركة ناشئة بعد 600 بالدولة في العام الماضي كل رأس المال الاستثماري تزايد وتخطى حاجز ليصل إلى حوالي 150 اتفاقية تم اتفاق عليها بما يقارب 450 مليون دولار ويتوقع أن تصل إلى مليار في خلال سنتين. ولكن ليس فقط الأمر يعتمد هنا على المؤسسات والأصول الغير ملموسة لتحقيق النمو ولكن نرى أيضا أن العلامات التجارية والهندسة والإعمار ممثلة بأوراسكوم تقوم أيضا بتقديم أصولها في ذلك ونرى أن أيضا هناك أكثر من 550 مليار دولار تم تحقيقها في هذا الصدد وهذا يحدد التزايد ما بين وضع العلاقات ما بين العلامات التجارية والمردود الاقتصادي بالدولة واستخدام الحقوق الملكية الفكرية يساعد على لنأخذ الآن القصة من شركات عديدة تم تأسيسها وأنشئت بالقاهرة فقد كانت مثل هذه الشركات تأسست بشكل سريع وبطريقة تنموية وبعمالة في واقع الأمر عالميا نحن نرى هنا العديد من المشترين المميزين من كل أنحاء العالم كان هناك واحدة من الفروع لهذه الشركات التي وصفت مصر بأن مصر والعالم العربي يمثلان التاريخ والتراث في واقع الأمر ونحن نرى أن هناك بالفعل تحول يحدث في هذا الجزء من العالم كما ترون أن هذا التحول في مسألة ريادة الأعمال بمثابة نمو يحدث في الصناعات الإبداعية فبالعام الماضي
كان هناك عائدات من صناعة الموسيقى في الشرق الأوسط وفي إفريقيا بنسبة تتجاوز 35%. كذلك كان هناك العديد من الصناعات الإبداعية في واقع الأمر. فعلى سبيل المثال نجد الحرف اليدوية التي توظف أكثر من 2 مليون من الأفراد. إن حماية حقوق الملكية الفكرية في واقع الأمر هو يدعم الاقتصاد المصري بطرق مختلفة. فالمجال الزراعي في واقع الأمر يساهم بنسبة 14% من العائد الإجمالي لمصر، ومسؤولا عن أكثر من توظيف العديد من الأفراد في القطاعات الريفية. نجد كذلك أن هناك سكان مصر ازداد عددهم ليصل إلى 128 في عام، من المتوقع أن يصل إلى 128 في عام 2030. وفي ظل هذه الاضطرابات التي تحدث في مناطق كثيرة في العالم، وهناك الكثير من التحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فنجد أن هناك حاجة ملحة لصناعة الأغذية الزراعية والابتكارات. نحن هنا نتحدث عن حماية الأصناف النباتية التي تلعب دورا هاما في التنمية الزراعية والاقتصادية. السيدات والسادة، كما ترون أن كل هذه الأمثلة تثبت بما لا يدعو مجالا للشك أهمية الملكية الفكرية في قطاعات مختلفة للاقتصاد المصري. وهذا هو سبب رئيسي لماذا تمثل استراتيجية حماية الملكية الفكرية تمثل في واقع الأمر استراتيجية هامة وتحمل بعدا أفقيا بدلا من أن يكون لها توجه رأسي. إن مثل هذه الاستراتيجية تحتوي على العديد من العناصر التي تعد هامة لإنجاح أي مهمة، فهي تضع طريقا واضحا من أجل رقمنة وتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية وكذلك لكافة الخدمات. إنها تضع أساسا لنشر فكرة الوعي حول حقوق الملكية الفكرية بما يتضمن ذلك قطاعات المرأة والشباب اللذان يمثلان نقطة هامة وفارقة، حينما نضع في الاعتبار أن هناك ما يقرب من 25 مليون طالب في المدارس المصرية، وهناك الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من الموسيقيين والفنانين وكذلك من الباحثين. إن هذا في واقع الأمر يمثل إطارا لتوحيد الجهود من كافة المؤسسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكذلك دفع بعجلة الطموحات من أجل إنشاء هيئة أو سلطة يمكن أن تعد هيئة قومية لحكاية الملكية الفكرية. كما ترون أننا في واقع الأمر نضع إطارا لتعظيم الفائدة للمنافع الاقتصادية التي يمكن أن نحصل عليها من إطار حماية حقوق الملكية الفكرية. نحن الآن ومع الإطلاق اليومي، نحن نرى مع هذه الاستراتيجية التي يمكن إطلاقها اليوم، نحن نتحول بالفعل من استراتيجية نضعها إلى استراتيجية يمكن تنفيذها من أجل أن نحقق إنجازا على أرض الواقع. كما ترون أن هناك العديد من الشواهد. في الأيام الماضية كان هناك محادثات بدأت، ولكن بدعمكم نستطيع أن نضع إطارا لوضع خطة يمكن أن تركز على المعطيات. كما ترون أن مؤسسة المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية قد قامت بتدريب ما يقرب من 270 ألف شخص في العامين الماضيين، وهي في واقع الأمر توسع من الدورات التدريبية للتركيز على المهارات التطبيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما ترون أنها تضع كذلك إطارا تدريبيا للشركات الصاعدة حديثا ولتصدير أفكار تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية خاصة للشباب وهؤلاء رواد الأعمال. السيدات والسادة والسادة الضيوف، نحن حينما نتحدث عن مستقبل الاقتصاد، فإن سيادته سعادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أشار بشكل واضح لأننا لابد أن نضع اهتمامنا للتعليم وللبحث العلمي وللابتكار الذي يمثل أولوية قصوى للدولة. ومع إطلاق استراتيجية اليوم، فإننا ندفع بهذه الأهداف من أجل تحقيق من أجل كتابة فصل جديد في التاريخ المصري المعاصر من الابتكار، والذي يعود لسنوات لآلاف السنوات. نحن بالفعل نرتكز على الابتكار وعلى أنظمة إبداعية لمصر. إن هذه المؤسسة وهي المؤسسة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، إنها تقف مستعدة معكم كمهد للحضارة ولكتابة فصل جديد. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى.